السلام عليكم، أنا عنود عبد الله محمد السلوسي، ولكن اليوم أريد أن أتحدث كأني مواطنة ليبية كنت موجودة في أحد السجون الليبية بسبب كنت أريد أن أزور والدي، ودخلت عن طريق المطار الدولي طرابلس، وتم خط جوازي من قبل شرطة جوازات ليبيا، وعندما ذهبت إلى محل إقامتي بعد يوم تم إلقاء القبض علي من قبل جهة الشرطة العسكرية، وهذا يعتبر باطل لأن الشرطة العسكرية ليس من اختصاصها القبض على المدنيين بل العسكريين. ثم بعد يومين من القبض علي ذهبت إلى مكتب النائب العام وتم التحقيق معي، ووعدني النائب العام أنه سيؤمن لي زيارة لأنه لا يوجد أي تهمة ضدي، وأيضا سيرتب لي تصريح لكي يحميني من أي جهة في الدولة ويضمن لي حياتي في طرابلس. ولكن صدمت بعد هذا الوعود الذي قدمها النائب العام، يعتبر أعلى هرم في الدولة الليبية بالنسبة للأمور القانونية. بعدها بيوم تم استدعائي من النيابة العامة ومواجهتي بتهمة حمل جواز مزور ودخول ليبيا بجواز مزور، وهذا خلافا للوعود التي قدمها لي النائب العام. ثم حكم علي بمدة 10 أشهر، ثم ضمن في وقت الذي كنت أقضي فيه لهذه المدة تم السماح لي بزيارة والدي، وكنت أظن هذه الزيارة إنسانية، ولكن عندما زرته تبين أنها زيارة علنية فقط، لأن لم أبقى مع والدي إلا لمدة 10 دقائق، وكان معي أشخاص كثيرون ولم أستطيع أن أتكلم معه على انفراد. وأيضا كانت صحته العامة سيئة جدا، وكان خسر الوزن كثيرا فوق من 35 كيلو، ولم يستطيع أن يتكلم معي. ثم بعد ما أني أنهيت مدة حكمي لم أخرج بعد 10 شهور التي تم الحكم علي بها، بل ظليت 11 شهر و5 أيام. ثم عندما جاءت ورقة إفراجي، وعندما خرجت من باب السجن، وكان هو رفقتي وكيل وزارة العدل من أقل من 10 أمتار أمام بوابة السجن، تم قطع الطريق من قبل مجموعة مسلحة ملتمة وتم اختطافي، ولم تستطيع الدولة أن تحميني من هذه العصابة، وثم نقلوني بسيارتي. وفي الطريق قالوا لي أن نحن لن نريد أن نفعل لك شيء، بل قمنا باختطافك كي نحميك من الميليشيات والعصابات المسلحة التي تضربك في نهاية الطريق. وأيضا هذا أكدته الدولة أن هناك ميليشيات وعصابات مسلحة تنتظر فيها في الطريق. ولكن صحيح هذه المجموعة أشكرها على حسن المعاملة، صحيح لم تؤذني جسديا ولا شرفي أيضا، ولكن تم أدائي نفسيا ومعنويا، لأن مهما كان ماذا يقولون لن أثق فيهم لأن هذه المجموعة لا أعرفها، وكنت أظن أني ذاهبة إلى عائلتي التي تنتظرني في المطار، ولكن وجدت نفسي خرجت من سجن أكبر إلى سجن أصغر. فبقيت لمدة 6 أيام مع هذه المجموعة، ولكن تبين لي بعد خروجي أن هناك يعني سوء تفاهم بين جهات الدولة، لأن كان على اتصال مع رئيس الحكومة، ولا أعلم ما المشكلة التي بين هذه الجهات، لأن الجهة التي اختطفتني كانت من الدولة الليبية. ثم يعني خرجت إلى الحرية، ثم تابعت جلسات والدي. فنظرت إلى أول جلسة كانت محاكمة والدي، كانت لا يوجد فيها أي محامي من قبلنا، وأيضا من الحقوق العادية، لأني أنا لا أريد أن يبرر والدي، بل أطالب بالحقوق العادية جدا
كأن المحامي الأستاذ بن الذي وكلناه أن يحضر في الجلسة. الآن والدي 14 شهر موجود في السجون الليبية، لم تستطيع عائلته زيارته ولم نستطيع الاتصال به، وأيضا الدولة الليبية تمنع كل منظمات حقوقية بالدخول لوالدي، وأيضا الصليب الأحمر منعته للاطمئنان على صحة والدي. وهذا الذي أتحدث به يثبت ما قاله المحامي الأستاذ بن أن يتم تعذيب والدي، والصورة واضحة جدا لكي تثبت لكم ماذا أقول. لأن إذا والدي لم يعذبوا فيه، لماذا يمنعون من الزيارة؟ ولماذا يمنعون الصليب الأحمر من الدخول إلى زيارتها؟ وأيضا أريد أن أعلق على قرار الذي صدرته المحكمة الجنائية الدولية. المحكمة الجنائية الدولية أصدرت يوم الجمعة قرار بأن الدولة الليبية قادرة على محاكمة عبد الله السنوسي، وهذا جاء من أقل من 24 ساعة من خطف رئيس الحكومة علي زيدان، وهذا يعتبر أعلى هرم الدولة الليبية. كيف المحكمة الجنائية تحكم بأن ليبيا قادرة على محاكمة عبد الله السنوسي وحمايته، وهي لم تستطيع حماية رئيس الحكومة ويعتبر هذا أعلى هرم الدولة؟ فأنا لا أطالب أنكم تبرئون والدي، ولكن أطالب وأناشد أيضا كل منظمات حقوق الإنسان وكل منظمات الدولية وكل الدول العالمية الحرة، وأيضا أناشد القضاء العرب الأشرار أن يؤمنوا إلى والدي محاكمة عادلة، وأيضا أن الشعب الليبي الكريم أن يسمح له أن يدافع عن نفسه، لأن نحن نعلم أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وأيضا أن تسمح لهم أن تكون الجلسة علنية لكي العالم وخاصة الشعب الليبي يعرفون الحقيقة. وأتمنى أن يتم استجواب والدي مباشرة لكي الجميع يعرفون الحقيقة ويعرفون مدى براءة والدي. وأيضا أطالب بأن يسمحوا إلى المحامي بزيارة والدي وأن يحضروا الجلسات، هذا في حالة تم رفض الاستئناف الذي قدمناه للمحكمة الجنائية. ولكن نتمنى أن والدي يتم محاكمته في المحكمة الجنائية الدولية، لأنها ليبيا الآن. أنا أتكلم من تجربة شخصية وليس من أي تجربة شخص آخر، بل تجربتي أنا شخصية. كنت متواجدة في ليبيا، وليبيا لا يوجد فيها أمن ولا أمان، ولا أحمل هذا العبء على الدولة، بل أحمله لأنها تتحكم في البلاد الآن الميليشيات والعصابات المسلحة، وهذا لا يثبت لنا أنها ليبيا قادرة على محاكمة والدي محاكمة عادلة ونزيهة. وفي الأول والأخير أنا مواطنة ليبية، وأتمنى أن أرجع إلى بلدي، وأيضا أنا مع المصالحة الوطنية مع الوحدة الوطنية، ونتمنى أن الليبيين يكونوا إيد واحدة، خاصة أن الليبيين يعني بلدنا تختلف عن كل البلاد الأخرى، لأننا نتفق على دين واحد، وأيضا نعتبر كعائلة واحدة، وكل الليبيين يعرفوا بعضهم. ونتمنى أيضا من المنظمات والدول العالمية من مساعدة والدي ومن تأمين محاكمة عادلة له. وفي الأول والآخر نحن لن نجد قاضي عادل ومحامي ودفاع عن والدي أكثر من الله. ونحن كابنة أنا كابنة عبد الله السنوسي وعائلة عبد الله السنوسي نوكل أمرنا إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه خير مدافع وخير قاضي على الله. وشكراً.